لكل مشاهدي قناة تان تي في في كل مكان، يوم جديد وحلقة جديدة من صباح الورد. يا رب تكونوا صاحيين وفايقين زي كده بالظبط، أكيد لاحظتوا. صباح الورد عليك يا نور. صباح الورد عليك يا سمر، وصباح الورد على كل اللي بيشوفونا ويتابعونا من كل مكان. حلقة جديدة ويوم جديد، بس دي آخر حلقة في حلقات أسبوعنا، أسبوع صباح الورد. يا رب يكون يوم سعيد عليكم جميعا إن شاء الله. هنبدأ مع حضراتكم النهاردة بفقرة الصحافة، هيكون فيها جولة لأهم وأبرز عناوين صحف النهاردة مع ضيفنا اللي هينورنا الأستاذ علاء حيدر، مدير تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط. أما بعد كده هنتكلم عن الحوادث اللي بيشهدها مجتمعنا المصري اليومين اللي فاتوا، واللي يمكن إحنا نفسنا مش متعودين عليها، بنشوفها وبنستغرب مش عارفين. بنشوف أباء وأمهات بيقتلوا أطفالهم، بنشوف أطفال قاعدين على القهاوي بيدخلوا بيدخنوا شيشة وبيشربوا عادي جدا، ومفيش حد بيعترض على الموضوع ده. عايزين نعرف ايه اللي ممكن يكون حصل للأسرة المصرية، وايه اللي ممكن يكون حصل لنا، ايه الفروقات اللي ممكن تكون كمان حصلت للأجيال. ده اللي هنعرفه بالتفصيل مع ضيفنا اللي هينورنا ان شاء الله في الفقرة دي، دكتور محمد المهدي، أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر. عشان يبقى في جرعة فنية متعودين عليها دايما نقدمها لكم في صباح الورد، ان شاء الله هنختم حلقتنا النهاردة بفقرة فنية هنتكلم فيها مع واحد من نجوم الكوميديا، واحد من أبطال المسرحية الشهيرة قهوة سادة. ضيفنا هو الفنان الكوميدي حسام باغر. ان شاء الله ينورنا، تبقى حلقه حلوه، يبقى في فقره فنيه حلوه ان شاء الله، وفقرات كلها طبعا. كمان يعني دكتور محمد المهدي هيكلمنا على الحاجات او العادات السيئه المنتشره الفتره دي، ويعني وجوله في الصحافه. عندنا حاجات كتير النهارده، وعندنا ترند جميل قوي 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 بالظبط كده. تفتكر ترند النهارده يا جماعه هو الجمال بيكون في ايه؟ يعني حضراتكم شايفين الجمال هو في ايه؟ ده ترند من الترندز اللي كانت على تويتر، زي ما حضراتكم شايفين معانا يعني تركي كان كاتب نقاء قلبك ونظافة روحك ولطافة روحك عفوا ورقي اسلوبك، اعتقد خلاصة الجمال يعني التويتة دي كانت خلاصة فعلا للجمال. اما التويتة اللي بعدها بتقول البساطة والتواضع في الحديث، الجمال بيكون في البساطة والتواضع في الحديث، وده فعلا حقيقي. بتقدري تكسبي قلوب الناس لما بتكوني بسيطة. تاني من فلة بتقول ان الواحد يحس انه راضي عن نفسه وان ربنا راضي عنه، حلوة قوي دي جميلة. كمان عبير بتقول الجمال يكون في اخلاقك، ودي برضو طبعا حاجة حلوة. الورد عليك يا عبير، انت يعني اهو يعني فعلا، ومن الحاجات دي لسه جديدة خالص. الجمال بيكون في الثقة، وتعريف بقى ان الثقة اذا زادت في نفسك، ان انت كل ما بيبقى عندك ثقة اكتر في نفسك بتشوف كل شيء جميل، ودي كمان من الحاجات الحلوة. كل ما الواحد بيبقى حاسس ان هو واثق في نفسه اكتر مفيش حاجة بتقلقه، فبيشوف كل حاجة جميلة. يعني انا بحب قوي النظرة دي على فكرة. كمان التويتة اللي بعدها بتقول الجمال بيكون في الاجازة، طبعا دي اجمل تويتة حقيقي. احنا لسه راجعين من اجازة، واحنا طبعا بنكون دايما عارفين او شيء متعارف عليه ما بيننا او ما بين اجيالنا كده الجديده، عايزين دايما بعد الاجازه اجازه عشان نستريح من الاجازه. الحمد لله. تفتكري الواحد ممكن يكون يشوف حاجه جميله في نفسه؟ اكيد لازم نشوف حاجه جميله في نفسنا. احمد كان اخر تويته معانا بيقول الجمال في البساطه. وعلى فكره يعني الناس يعني دايما بتخلط بين ان الواحد بيشوف نفسه جميل او بيشوف حاجه جميله في نفسه ان ده غرور، بس في شعره بسيطه بين الغرور وبين الثقه في النفس. الثقه في النفس هي حاجه مطلوبه جدا لابعد الحدود. كل ما بتبقى واثق اكتر في نفسك كل فيش حاجه بتاثر عليك. خلينا نقول احنا عايشين يعني في حياه كلها بتخبط فينا من كل حته، فكل ما الواحد كان عنده ثقة كويس في نفسه عارف ان في حاجه جميله هو بيقدر يؤدي فيها بشكل كويس. مش شرط ان كلنا نبقى جمال، وما اقصدش الجمال الشكلي، انا اقصد الجمال الداخلي. ده يختلف تماما خالص عن الجمال الشكلي. ما حدش ما بقاش يعرف يبقى جميل ازاي. الميك اب والعمليات وكل ده ما خلاش حد مش حلو، ده فعلا. لكن الجمال الداخلي هو بينبع قوي عليك في وشك. مهما كنت امور جدا خارجيا وما عندكش جمال خارجي، هو داخلي عفوا، ده بيبان قوي، بيبان قوي للناس على فكره. بيحسوا يعني الواحد بيحس في حاجه مش طبيعيه في الموضوع، في حاجه مش حلوه. فحلو ان الواحد يبقى عارف ان عنده جمال
في حاجه معينه وبالعكس ويؤكد عليها ويعرف مميزاته. صح طبعا، هو ده اللي انا كنت هقوله دلوقتي، ان الواحد لما بيكون عارف مميزاته وعارف الصفات الحلوه اللي فيه بيؤكد عليها اكتر وبيحاول يلمعها وينورها ويبرزها اكتر علشان خاطر يكون محبوب برده كمان وسط الناس، لانه تقريبا ما فيش حد في الدنيا ما بيحبش انه يكون محبوب وسط الناس، بس بتبقى يعني بنسب، في ناس بتبقى بتسعى ورا ده بكل شتى الطرق اللي ممكن تتخيلوها، وفي ناس تانية لا ممكن تكون ببساطه عادي جدا تقدر توصل لقلوب الناس. المهم عندنا ان احنا تكون اخلاقنا حلوه ونفوسنا صافيه وقلوبنا بيضاء وتكون كده معاملاتنا مع الناس خاليه من التوتر والمشاكل والاسفين والحاجات اللي زي دي، لان دي فعلا اللي بتصعب علينا ايامنا واللي بتصعب علينا عمرنا كله. فالبساطه احسن حاجه، زي ما كان الناس كلها بتقول في تويتر، كانت في البساطه وكانت من التويتس الحلوه الثقه في النفس، ودي حاجه حلوه قوي. انا شايفه ان ده ترند لازم نشتغل عليه، وفعلا لازم كلنا يا جماعه نشوف ان احنا جمال بجد والله، لازم نشوف حاجه جميله جوانا عشان نقدر نكمل، نقدر نعيش ونقدر ندي نفسنا طاقه ايجابيه كده لو ما حدش بيديها لنا للاسف، لان الحاجات دي ممكن تكون بتستنزف، ممكن تكون انت قاعد في محيط كله طاقات سلبيه، فلازم انت تبقى اكبر داعم لنفسك ولازم تحس ان انت جميل عشان فعلا انت جميل. خلونا دلوقتي نروح نشوف الشوارع عامله ايه مع تطبيق بيقول لك الحصري لقناه تان تي في وبرنامج صباح الورد، ونبدا مع حضراتكم حالا من كوبري اكتوبر زي ما يطلع على الخريطه من مدينه نصر للمهندسين، معظمه لطيف ما عدا من الدمرداش لحد غمره زحمه شويه. كوبري اكتوبر من المهندسين لمدينه نصر لطيف. كوبري 15 مايو من المهندسين لوسط البلد ما بيتحركش. وكوبري 15 مايو من وسط البلد للمهندسين معظمه سالك ما عدا من ساقيه الصاوي للمهندسين ما بيمشيش. ونروح لصلاح سالم وبيقول لك من المطار للكورنيش معظمه ماشي ما عدا من نفق العروبه لحد بانوراما اكتوبر ما بيمشيش. وصلاح سالم من الكورنيش المطار معظمه مش بطال ما عدا من بانوراما حرب اكتوبر لنفق العروبه واقف. والمحور من الشيخ زايد للمهندسين لطيف. اخيرا المحور من المهندسين الشيخ زايد جميل، دي برضو حاجه كويسه، في بعض الطرق كويسه وجميله ولطيفه، يعني شيء يدعو الى الامل. خلونا بقى نروح نشوف دلوقتي اهم الاحداث والفعاليات على مدار اليوم في القاهره والمحافظات، بعد كده نشوف اسعار الذهب والعملات كمان الخضار والفاكهه، ونختم بدرجات الحراره وتمارين الزومبا مع كابتن شريف فرنسا، ونطلع لفاصل سريع نرجع لكم مره ثانيه.